أعزائي متابعي قناة أهل مصر في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من جولات البث المباشر هنا بداخل محافظة بن سويف. أعزائي المتابعين، جولتنا النهاردة خاصة بتغطية انتخابات الغرفة التجارية هنا بمحافظة بن سويف. أعزائي المتابعين، افتتحت الصناديق في تمام الساعة 8 وتنتهي الساعة 5 مساء. أعزائي المتابعين، يتنافس أكثر من 12 مرشح على هنا على مقاعد العضوية هنا بالغرفة التجارية بمحافظة بني سويف. أعزائي المتابعين، في القائمة الأولى تسمى من قائمة الحاضر والمستقبل، والتي يترأسها الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية السابق وبعض المرشحين، وأبرزهم أحمد حسن خشاب ابن مركز ومدينة إهنسيا بمحافظة بن سويف. أعزائي المتابعين، القائمة الثانية بتضم 5 مرشحين، بتضم الثانية أشهرهم الأستاذ أسامة حوتة نائب رئيس الغرفة التجارية الأسبق. أعزائي المتابعين، زي ما أنتم شايفين حضراتكم إن في عدد إجمالي من لهم حق التصويت هنا بداخل الغرفة التجارية بمحافظة بن سويف أكثر من 19100 صوت. بيتنافس عليهم على ال 12 مقعد، ال 12 مرشح بيتنافس على كام؟ على 7 مقاعد. زي ما انتم عارفين حضراتكم عارفين ان نظام الغرفه التجاريه بيتم انتخاب السبعه وبناء عليه بيتم التعيين من قبل وزير الصناعه والتجاره 7 اخرين. حضراتكم ان الغرفه التجاريه بمحافظه بني سويف بتشهد منافسة شرسة للغاية، بسبب أن من كل قائمة مرشح من خاص بالمركز. يعني على سبيل المثال، مركز إهنسا هنا المرشح في قائمة الحاضر والمستقبل أحمد حسن الخشاب هو من ممثل مركز مدينة إهنسا، بالإضافة للمستشار حسن جعفر ابن مركز الوسطى يمثل ايضا مركز الوسطى ومحافظه بني سويف، بالاضافه الى العديد من الرموز والاعضاء والساده المترشحين هنا على مقاعد الانتخابات الخاصه بالغرفه التجاريه بمحافظه بني سويف. زي ما قلت لحضراتكم، الاقبال حتى الان اقبال متوسط الى حد ما، نظرا لدرجات الحراره ايضا ونظرا لانشغال الكثير من التجار هنا بمحافظه بني سويف بأشغالهم ومن المقترح أو من المتوقع زيادة أعداد التصويت. هنا أكثر بلغت قيمة التصويت أعزائي المتابعين في انتخابات الغرفة التجارية هنا بمحافظة بني سويف أكثر من ثلث الأعداد التي لهم حق التصويت هنا بداخل الغرفة التجارية هنا بمحافظة بني سويف. أعزائي المتابعين، زي ما قلت لحضراتكم بيتنافس 12 مرشح هنا بداخل الغرفة التجارية على يعتبر على قائمتين. القائمة الأولى بتضم قائمة الحاضر والمستقبل والتي ترأسها على رأس القائمة المستشار حسن جعفر الرئيس السابق للغرفة التجارية كما قلت لحضراتكم. ايضا يتنافس على القائمه الثانيه التي مسماها بقائمه من اجل التجار، ويترأسها الاستاذ اسامه الحوتي نائب رئيس الغرفه التجاريه الاسبق. اعزائي المتابعين، اذا قلت لحضراتكم في بدايه كلامي ان عمليه التصويت تشهد اقبال متوسط الى حد ما، نزل الاسباب اللي قلت لحضراتكم الخاصه بانشغال بعض التجار، فضلا عن ان لسه عمليه الإقبال على التصويت لسه ممتدة حتى 5 مساء. أعزائي المتابعين، زي ما بقول لحضراتكم إن الغرفة التجارية المحافظة بروس كان لها الدور
دور كثير ودور مشهود هنا في عملية إقامة بعض الشوادر وبعض المعارض الخاصة بالسلع هنا بمحافظة بن سويف. أعزائي المتابعين، زي ما قلت لحضراتكم في بداية الكلام إن أكثر من 12 مرشح تم ترشيحهم على الانتخاب 7 مرشحين. أعزائي المتابعين، ومعانا برضو أحد المتابعين والمنتسبين للغرفة التجارية هنا بمحافظة بن سويف، هيقدروا يتكلمنا عن المشاركة في العملية الانتخابية هنا للغرفة التجارية. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عرفنا بنفس حضرتك. أستاذ حسام عمر معاك هناسيا. طبعا احنا بندعو الناس للنزول للغرفة، لأن الغرفة التجارية حاجة مهمة جدا جدا جدا، بتشارك في صنع أهم الخدمات في البلد. تمام، لازم التجار تنزل تشارك تقول رأيها، اشتغل صح، فكر صح، شوف اللي هيخدم التجار، لأن التجار ما بيخدموش نفسهم، التجار في الأول في الآخر بيخدموا المواطن. استاذ حسام، انت قلت كلمه حلوه، بتقول ان بتوجه اولا دعوه لكل التجار والمتسلمين الغرفه التجاريه وكل اعضاء الجمعيه العموميه للغرفه التجاريه بضروره النزول وادلاء باصواتهم هنا في الانتخابات. حضرتك كمان اتفضلت وقلت بتقول ان الغرفه التجاريه لها دور مهم جدا جدا في، يعني عايزك توضح لي دور الغرفه التجاريه بالنسبه للتجار رقم واحد، وبالنسبة للمواطن العادي. والله هو الغرفة التجارية بالنسبة للتجار مهمة جدا، لأن أنت بتشارك في صنع المستقبل بتاع البلد نفسها. أنا هنا في بني سويف ناس التجار لازم يفهموا دورهم إيه، عليهم إيه، لأن في الأول وفي الآخر أنت بترجع كل الحاجات دي بترجع للمواطن. التاجر لما ينزل النهاردة ما يجيش يشارك في الغرفة التجارية، الغرفة التجارية هتدار بطريقة غلط، أنا كده مش هشتغل صح، مش ببني في البلد. لا، انزل شارك قول رأيك واختار اللي يعجبك، بس اختار صح. الجمعية العمومية لازم تبقى متواجدة، لأن في الأول وفي الآخر أنت بتحارب من أجل المواطن. المواطن في الغلاء اللي بيحصل ده على كافة أنواع الأسعار تبع الغرفة التجارية في أي حاجة، أنت كده بتضر في المواطن وبيضر التاجر. لما أنت تشارك هتبقى فاهم أنت بتصنع في إيه، المشكلة اللي عندك إيه، هخدم على المواطن إزاي. التاجر أصل كل حاجة في هناسيا. استاذ حسام، انا اخذ من كلام حضرتك وقبل ما تسجل مع حضرتك كنت سمعت في مقوله افتراضيه هنا ان قبل السابق ما كانش فيه فعاليه كبيره للغرفه التجاريه خالص. احنا اصلا ما كناش نعرف يعني ايه غرفه تجاريه، النهارده بقى فيه غرفه تجاريه بقينا إيه نعرف سببها؟ والله لما اشتغلت الغرفة التجارية والناس اللي موجودة بتشتغل بتظهر. سنان زي ما قلت لحضرتك ان الغرفة التجارية بتمثل اهمية كبيرة جدا 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 في الشارع السياسي والمواطن. الناس ما كانتش عارفة يعني غرفة تجارية، مع ان الغرفة التجارية مهمة جدا، لان هي بتمثل المواطن من الدرجة الاولى لاكبر درجة. ما كناش والله انا فعلا ما كنت اعرف حاجه اسمها غرفه تجاريه، ما كنتش اسمع عنها. اولا يا استاذ حسام، كلمه حضرتك دي وكلمه حضرتك دي يعتبر شهاده حق في المجلس السابق ولكن انا عن نفسي احييك ان انت كاحد المؤسسين الغرفه التجاريه بتقول فيما سبق ان كنتش عارف يعني غرفه تجاريه، حاليا انت بتشكر وبتقول ان في غرفه تجاريه في تفاعل. مبسوط جدا كمان ان الناس بدات تفهم يعني ايه غرفه تجاريه، يعرف يعني ايه، انا فاتح سجل تجاري مع عارف، عايز اعرف انا ليا ايه، عليا ايه، انا هشتغل ازاي، ايه حقوقي، لو انا لو عندي تاجر عنده مشكله هيرجع للغرفه التجاريه هتقف معاه. لازم يبقى في غرفه تجاريه قويه. هتبقى غرفه تجاريه قويه امتى؟ لما يكون فيه الجمعيه العموميه بتشارك في كل الخطوات اللي بتشتغل، ما تسكتش عن حقك. انت النهارده في عصر اسمه ايه، انت فاهم، افهم انت ليك ايه وعليك ايه. حلو العباره دي بتاعتك، حلو عباره ان انت فاهم. طب حسام، كلمه اخيره تحب توجهها لزمايلك والمتسمين الغرفه التجاريه، تقول لهم ايه في ظل وجود الانتخاب الغرفه التجاريه ولسه تقام مثلا من الساعه 8 لحد الساعه كام، 5، يعني الوقت ضيق ومحدد يعني محدود، مش اللي هو كان يا ريت تبقى فعلا يومين، بس الظروف بقى عشان خاطر الظروف فعملوها يوم واحد. بس فعلا انزل، ما تسكتش عن حقك، اعرف الدنيا ماشيه ازاي. لازم تشارك في العمليه السياسيه في الغرفه التجاريه، لان هي عصب التجار، هو المواطن اصلا. انما فعلا ما كانش حد يعرف يعني غرفه تجاريه.
استاذ حسام انا بشكر حضرتك جدا 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 على النظره الايجابيه لحضرتك بالنسبه للغرفه التجاريه، وانا اتمنى ربنا سبحانه وتعالى الصالح لكل من يخدم مصلحه التجار والمواطنين على حد سواء. ربنا يعزك. الهدف الاول والاخير خدمه المواطن والتاجر، التاجر يشتغل صح عشان المواطن يشتغل صح. تمام يا استاذ حسام، متشكر حضرتك جدا، مشكور، ربنا يكرمك. اللهم امين يا رب. اعز صبرك. اعزائي المتابعين، وما زلنا داخل رواقه الانتخابات والتغطيه الخاصه بالغرفه التجاريه هنا بمحافظه بني سويف، والتي تشهد اقبال متوسط حتى الان لإقبال المواطنين والمتسبين الغرفة التجارية. أعزائي المتابعين، برضو معانا أحد المرشحين هنا الأستاذ أحمد حسن الخشاب، المرشح عن قائمة الحاضر والمستقبل عن مركز مدينة نسا. هنقدر نفهم منه بعض الكواليس والتداعيات الخاصة بكيفية أو مدى إقبال المواطنين هنا المتسبين الغرفة التجارية في الانتخابات. السلام عليكم. وعليكم السلام شعبان. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك يا باشا. الله يعزك يا فندم. الله يمسح السلامه يا فندم. اولا يا فندم مبروك اولا على عرس الديمقراطي اللي بيقام. يعتبر انا هاخد من كلمه من احد المنتسبين بيقول لك ان كان قبل كده ما كانش في حاجه اسمها غرفه تجاريه. كان قبل كده بيقول لك مدى تواصل المواطنين بالغرفه التجاريه كان ضعيف. عايز اعلق من حضرتك الكلمه دي، ليه كان في السابق قبل المجلس الديمقراطي كانت عمليه التواصل ما بين الغرفه التجاريه والمنتسبين شبه معدومه؟ والله هو نقدر انها كانت شبه معدومه، لان كانت الغرفه التجاريه كانت بعيده عن الهدف الاساسي ليها. وفضل الله ونعم خلال الاربع سنين اللي فاتت في الدوره المنقضيه ان احنا بدانا نحط الغرفه التجاريه على الطريق الصحيح لاهدافها وما انشئت اليه طبقا للقانون واللوائح. بالنسبه للناس ما كانتش بتحس بالغرفه التجاريه لان كان بيشغلوا في مجلس ادارتها والغرفه التجاريه لحاجات كانت بعيد بكل البعد عن خدمه التاجر. فلما تيجي تحط الغرفه التجاريه على الطريق الصحيح بتلاقي الناس تحس ان هي موجوده، تحس ان الغرفه التجاريه بدات تتواجد وتبقى موجوده بين الناس. ولذلك ان احنا مثلا في خلال الازمات اللي فاتت اللي حصلت دي الغرفه التجاريه كانت دايما سباقه وكفت ووفت بانها بقت موجوده في كل المجالس القرويه.